شان وإلى خدمة جمعون نقطة متكو سابسان دانت الدينات يا الدنيو يا بلشدة وإن أنا نقنين خدمة جمعون متفدنو كدح أبورتا بلشدة دا وعدنا وذا تشيركودا وإن أنا خديبكو كدغان من بركة فقارة سياسة ذات اللغة أولوليو إدقارة وإن سماع ده الدبادة لقدقاء عدحة أو معقولة سلامركا أنا قارية إنتا جمع مساجدك لغي مادو وإن لغا بختية عشرة إيا محاضراتك سماع ده الدبادة مساجد ده أدو قوبها وحبرشة ده إيا قوبها عافماتك إيا هوديلا ده لصيح ده وحانو هل كان شركة شرائد يعني كو قبرا أنه حرنت وزارة الدين تي وقافتا aanu halkan hawada u marinaynaa dhammaan imaamiyada iyo muadininta masajida jamhuuriyadda Soomaaliland kadib markii aanu aragnay xeerka kala xadeynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madaxbanaan xeer lambar 27/2015 qodobkiisa 20aad faqrada 4aad iyo 10aad oo awood buuxda u siinaya wasaaradda waxa qabashada arrimaha masajidada isla markaana aan aragnay tala soo jeedintii culimada aan u saarnay arrimaha masajida iyo sida wax looga qaban lahaa dhankasta iyo baahida loo qabo in wax laga qabto arrimaha masajida haday tahay waqtiga adaanka salaadaha iyo khutbadaha jimcayaasha iyo khutbada ahmiyadda ay u leedahay xagga cibaadada أهميتها هي خطبتها هي مؤدنين تايما ميادة أوليهين عبادتها أمدها سلامر كان أي مهم تاي إن أقون تذكر له قادو وحا وزارة الدين تي وقافتو أي قوان كسو سارتاي سلامر كان أي كو عمري ساردماني مامياد هي مؤدنين تو إن أي فوليان قضب بدا سو سعدا كو قضب ككوبات وكو سابسان وقتك سلادها si loo mideeyo adaanka salaadaha faralka ah waxa la farayaa dhammaan imaamiyada masajida inay fuliyaan go'aamadan hoos ku xusan qodobkiisa koobaad iyadoo la iswaafajinayo waqtiga salaadaha sharciga ah iyo kan saacadda waa in la raacaa jadwalka salaadaha ee ay sida sanadlaha ah u soo saarto wasaaradda diinta iyo waqaftu إمن كان أنا قايبين إنه دمان إمام يدا يوم الدينين لابا وقت الله أقيم أيه وحاسن الله راعي يا جدول كا وزارة الدين تي وقافته يسوس صرتي صدق هدي وكهب سام مقدم كأذان كصلاة دا صلاة ده الرسم جا طبعاً دقيقة وحكبضاً waxa la farayaa in aanu mikrofoonka ku adimin ee uu hoos u adimi karo saajka gudhiisa afar wa in adaanka koobaad ee waqtiga daakirada la adimo adaanka dambe ee salaada subax ay leedahay labada adaan waa inay waqtiga waa inay u dhaxeysaa وقت دان شان يافرتان دقيقو مقالة والبا قبل والبا ديقما كستا اذانك هورا ايا اذانك دنبا شان يافرتان دقيقو وين لو دحيسيا ويادو اذانك هورا ان لا ادمي ان سلادة اللي قلتو كان اينين ان يقفك لوك عنا عبادة وان كي كلانا أن لغو دبا قبان لبدا عدان ويني كالسوعيهين سنيا فرطان دقيقان أود حيني شان هدي او كهب ساما مؤدن كو أدان كهوري وإن آنو أدمينين أو اسكا تشوتي أدان كهوري وهدو سواهم ببرو أو صوتوصو وإن آنو أوران أدان كهوري ماان أدمين وإنو كو كافتوما أدان كسلاة الصباح أو وقت كده سواه لح هدي او مسجد كا ودرسي كالسعوداء مركزتا وقتك أدانكو وحو أحانايا متكو تشانكو أن جدولكا أي دجيسي وزارة الدين تي وقافتو وأدانكي وحالا دحقليني يا درسي كهدارو دمان
وهي وحل ديدا يا أن بنانين إن وقت الدمبة ودرس كلا جاب حي إن مساج كلا جاء الدم ده وتنا دوت كوي أذان كلام مغلان أذان كوقت جا أولي يلا تشانجو يكليا أيوم بعلو قديم يا أدي ودرس مساج كخص عضي هدي كلام أنت هسوي حويا وقيب تكوبات يكون صابسان مدين تا أذانك يا قيمستا يا سدا لو أجاسميو عد به ياشا ميكروفون هذا مساجد دسارا دبده أبحة يقدر واحد جوان لقصه صاري كو وإن سمع عدها دبده لقدر يقعد حق أو معقول سلامر كان جاريا أنت جمع مساجدك لوجي ما ضو لبا وإن سمع عدها لكلا شيء ديا مساجد ده يسكون دودو أو مسجد ولا مسجد ككلا وإن سمع عدي سؤال كبحن وأنا سو جارين ويا واحد عدا مرك قاركود يضع مساجد الصلاة اللي جاكشروا إن مسجد كلا تكبير تيسي أن مساجد ككلا وسوق جلو وتنا دتكي مساجد ككوت كنايي أي تكبير تا كلا مودان إنه إمامك أمر ركوعي أمر سجودي مرك تانا وين سكيل عليها صدح وإلا يستعمل سمع عليها دبده وحلو استعمال كرا كو أذانك واللجوء الدمية لابا أقيمستا صلاةها صدح خطبتها تمعياشة أفر محاضرينك هي عشرة أنت أبا سمع عدد دبده واللجوء استعمال كرا قطب كأفراد وإلا جب اختيا عشرة هي محاضراتك سمع عليها دبده مساجد دا أدو قوبها وحبرشة هي قوبها عافماتك هي هدالة للصيحة وإن لقب اختياء سماع عدد دبدا أول استعمالا سماع عدد قدها وحي عشر لقو بحينا يوم مساجك يوحي محاضرة لقو قليو شان وإن لقب اختياء سماع عدد دبدا سلادها سلادة تهجدك واحد عدد ربضان تا إن طبعاً كذا بع دتك أسوأ كعان عبادة الله يقانو تهجدك تبدأ تردد كي تروح دتك هذاي أو سحداي وقت دم السحداي هدي السماعة اللي جوش ده مسح حنكران عبادة ده ذي روي دميستين فرك دتك يجو دون يعني أنت تروح دتك هذا تهجدنا يكون دران أما تهجدك دتك هذا وحواجب كوا مساجد ده لقيته كان يو إنسى ما عدد ده بدأ أنا استعمال كرنين أقول له تشوتشيو وسمع عدد جودها أوكلية تهجد كان لقيته كده سيدات كجودها كتير أوكلية أي أم غلان ده بدأ أنا دات كي هردي أنا هردي لواك عنين ليه وإلا بختي سمع عدها ده بدأ صلاة الظهر هي الصبح مركلة كده كذب هدي عشر لديك يو أما وعد اللي تشيدين أيوه مرة دي صلاة دي صبح لتكذي أما صلاة دي الظهر لتكذي لبضع وقتي واحد عددت كنا هردوا كنا غضان أما أي بس سحدان قاركود سدى أوجد وين وعد جا صلاة الصبح كذا مبيا يوعد جا صلاة الظهر كذا مبيا أما عشر كذا مبيا وإن سمع عدد بدلا بختي سيقف كي نسنة ونسينا وهلو تضبع saacidada aan lahayn meel laga kala reebo samaacadaha gudaha iyo dibadda waa in loo sameeyaa si degdeg ah marka go'aanka uu soo gaaro degdeg waa in ay farsamayaqaan ugu yaraan kala reeba samaacada dibadda iyo samaacada gudaha si markii la doonana labadaba loo wada isticmaali karo intii fasax loo haystay marka kalena la kala reebi karo oo ta gudaha la isticmaali karo ta dibadda la baxtin karo go'aanka wasaaradda ka soo baxay xagga jimcaha tukashadiisa waxa kow ka ah kow laguma oogi karo masaajidada cusub salaada jimcaha ilaa ay wasaaradda diinta uu qaafto qiimeyn ku sameeyso kadibna ay ogolaansho bixiso waayo iyadoo aan baahi loo qabinin masaajidka in jimcihii lagu oogo masaajidka dariska la ah ama ku dhow aanu buuxsaminin
ayaa laga yaabaa in ay jecelaystaan dadkii dhisay in jimcaana lagu tukado. Marka jimcu waa salaad gaara, axkaam gaara bay leedahay. Masaajidka hore ilaa uu buuxsamo oo ay keento daruuro ama xaajo iyo baahi ay keento in masaajidka kalena jimcihii lagu ogo. Inta ka horeysa waa inaan qofku markuu masaajid dhiso ama xaafadda masaajid laga sameeyo waa inaan jimcaha lagu ogin iyada oo aanay arrintaas soo qiimeynin oo ogolaansho aanay bixinin wasaaradda diinta oo qaafto. Qofka khudbadda akhriyaya waxaa laga doonayaa inuu buuxiyo shuruudda soo socota. Koo waa in khadiibka laga helaa tilmaamaha iyo shuruudaha ay shareecadu u dhigtay. Laba, waxaa lagu akhrin karaa khudbadda jimcaha af carabi iyo af soomaali, waxaana waajib ah in arkaanta khudbadda lagu akhriyo af carabi oo mahadnaqa alle iyo saliga nebiga iyo dardaaranka alle in laga cabsado. In la akhriyo aayad ka mid a aayadaha qur-aanka kariimka ah iyo in dadka muslimiinta loo duceeyo arkaanta iyo maaragtay khudbaddu leedahay waa in luqadda carabeed ay ku baxdaa. Saddex, aadaanka hore ee jimcaha waxaa la adimayaa 30 daqiiqo ka hor adaanka rasmiga ah ee waqtiga salaada. Afar, waa inay khudbadda jimcuhu noqotaa mid kooban oo aan ka badnayn 30 daqiiqo. Shan, waa inay khudbadda jimcuhu noqotaa mid ku saabsan danta diineed iyo adduunyo ee bulshada. Lix, waa inaanay noqonin khudbadda jimcuhu mid fidno ka dhex abuurta bulshada dhaawacdana wada jirkooda. Toddoba, waa inaan khadiibku ka dhigan mimbarka fagaaro siyaasadeed oo looga ololeeyo cid gaara. Sideed, waxaa wasaaradda diinta ee awqaafta ay bixin doontaa kaad ay siin doonto qofka khadiibka ah ee masaajid walba ka khudbeynaya si loo kala ogaado qofka khudbeynaya inuu yahay kii u haystay sharciyadda iyo inuu yahay qof aan fasax u haysan khudbadda jimcada. Ma waayo qofka fasaxa u haysta wuxuu ilaalinayaa arkaantii iyo shuruuddii iyo waajibaadkii, waana lagu ogyahay inuu hawsha iyo muhiimadda ummadda u hayo. Sidaa awgeed waa inuu qofkaasi kaadh qaataa biidnillaahi tacaalaa wabillaahi tawfiiq.